هتشكره؟ لا مش استنى. هشكره طبعا، لا ده هخش معاه. كنت هسأل السؤال. لا مش هقول له ايه رايك في، كنت هاخد رايه في المشكله اللي حاصله، وعايز اخد راي اسلام ووجهه نظره في المشكله الكبيره الخاصه بالتحكيم والفار في كره القدم. والله يا كابتن هاني انا تعبت من الكلام في الموضوع ده، لانه موضوع صعب جدا. لسه كنت شايف احد النقاد الرياضيين وهو بيتكلم يقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، والحقيقه انا دايما ببقى مستغرب من الجمله دي، هي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. هو اولا انا عمري ما هكسب، او ما فيش فرقه في العالم هتكسب الا لما يكون في حكم في الملعب. كل اللي احنا بنطلبه دايما العداله في التحكيم. صحيح. العداله فقط. انا ممكن اتغلب على فكره لا قدر الله، ولا ممكن يبقى عندي يتحسب عليا ضرب الجزاء او كل حاجه، ما عنديش مشكله، بس بنفس المعيار اللي حضرتك بتديه لفرقه تانية ادهولي، هو ده اللي انا بطلبه. لان انا ضاع مني 6 نقط. لما تيجي تتكلم عن الدوري ده، خلينا نتكلم عن الدوري ده، 9 ماتشات لسه في الاسبوع التاسع يعني. في الدوري في الاسبوع التاسع وضاع منك 6 نقط. ضاع منك 6 نقط ازاي؟ والاهلي كان وحش، الاهلي كان بيضيع اجوان، بيضيع زيه زي اي فرقه. بس لا، انت فريق كويس جدا، واقف على رجلك، كل حاجه كويسه، ولكن هناك عوامل خارجيه هي اللي بتخسرك النقاط، غير الكوره، غير كره القدم. لكن انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر في كره القدم، خلاص يبقى انا عندي اخطاء طبيعي. لو احنا بنغلط يعني لو وارد في كره القدم، هو ده كلنا بنغلط، كل فرق العالم بتخسر يعني. الموضوع طبعا مش موضوع خساره ومكسب. النادي الاهلي دايما حتى من خلال البيانات اللي بيصدرها النادي الاهلي، الموضوع بيجي في الاخر يقول دي مصلحه لمصلحه المنظومه، واحنا عايزين المنظومه تبقى ماشيه بشكل كويس، واحنا اكيد النادي الاهلي مش هسيب حقه. لكن زي ما انت بتقول يا اسلام، وارد ان احنا نلعب ماتش وحش ونخسر، ما عنديش مشكله، لكن ما تخسرنيش يعني، ما تخسرنيش بشكل تبقى في علامه استفهام. انت قاصد بقى، انت قاصد تعطلني او ضربه جزاء وهدف مش يعني، كل الاجواء ديت يعني. طبعا الاجواء صعبه جدا. الغلط بقى في الحكم ولا في التقنيه؟ الاثنين. بس هو في الاخر القرار بتاع مين؟ الحكم طبعا. خلاص، حكم الساحه، خلينا متفقين ان حكم الساحه هو اللي في ايده القرار. طبعا. التقنيه دي مساعده، هي حتى اسمها حكم مساعد، بنعتبره حكم مساعد. وبالتالي هو انت كحكم حضرتك شايف ان قد يكون هناك في اي تردد 1%، والقانون بيديه لك ده. القانون نفسه بيقول لك لو في مشكله عندك ارجع للفار، ارجع للفار وشوف ايه المشكله، هيحصل ايه يعني. هو انا لما ارجع للفار وابص واشوف والاقي الكره بتاعت بواليا وهو مع شريف اكرامي دخل الجون وجون، لما احسب جون يعني الناس هتعمل حاجه؟ لا، الناس مش هتعمل حاجه. اللقطه بتاعت طلب لقيتها فاول احسبها فاول. اللقطه بتاعت طلب استدعائه من فمه وقال لك لا 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 مش محتاج، وبعدين ما اتحسبتش، انت ده فسرته بايه؟ فسرته ان هو يعني قد يكون الحكم، انا بيني وبينك انا قلت يمكن فاول. انا قلت يمكن فاول، ما هو لغايه ما شفتها. ما هو الفار معناه ايه؟ تتأكد. ان انا ارجع واتاكد وبقف قدام، مش هو كل الحكام تلاقيها واقفه قدام الفار عامله كده وبتبص للكوره وبتقول عيدها لي من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال ما هو ده اللي مطلوب، ما هو ده اللي احنا بنعمله. امبارح اتهرينا بين مصر والدنمارك، كل شويه ادينا الفار في اخر ثانيه يصفر ويروح للفار على 3 ثواني والمباراه كانت خلصت. مع اختلاف الفار في كره اليد، هو الفار هناك ما هو يعني مش هو ما بياخدش قرار، هو برضو الحكمين بيروحوا يبصوا، نفس نظام ان الحكم يروح يبص لكن ما يتاخدش قرار. علامه الاستفهام، ويمكن قلتها في الانترو اسلام، ان يمكن كان علامه الاستفهام ليه الكابتن جهاد جريشه ما راحش شاف الفار، خاصه في ضربه الجزاء يعني، عشان هو كان على مسافه بعيده جدا. اللي وصلني ان هو حكم الفار اللي كان موجود اقر وقال له انت قرارك صح، لجمله انا وقفت عندها وهسالك انت كلاعب كوره يعني. قال له انت صح يا كابتن جهاد، لان لعيب النادي الاهلي لما احمد سامي دخل عليه كانت رجليه في الهواء. دي نقطه. انا ايوه استغربت قوي كده. النقطه الثانيه قالها اللي عليها اكتر علامه استفهام، ان احمد سامي مدافع بيراميدز ما كانش قاصد يشنكل، يبقى تهور. ما هو ما كانش قصد يبقى تهور. النقطتين فسرهم لي انت بقى، انت لعيب بقول لك اهو الكره يعني الثانيه، خلينا في الثانيه. ما كانش قصد يبقى تهور. طب هو ليه لو الكره مثلا انا وحضرتك بترقصني وانا جيت وعملت عليك تاكلينج ومن بعيد، مش ساعات الحكم بيقوم جاي مصفر وحاسبها فوق ليه؟ ده اسمه تهور. هو ده اللي احنا بنلعب يعني، ده اللي احنا عارفينه يعني. طيب لو كانت حاجه اتغيرت يعني، لا ما فيش حاجه بتتغير في الكوره كتير يعني. فالتهور
معناه جوه منطقه الجزاء معناها ركله جزاء. طيب الاولانيه كمان اللي انا استغربت عليها قوي، قال لك اصل رجلين محمد شريف كانت لسه في الهواء. طب حتى لو رجليه في الهواء، يعني واحد لو مهاجم سابقني ورجليه في الهواء وانا جيت من ورا بعمل تاكلينج ورحت شايط رجليه اللي طايره في الهواء، ضرب جزاء. ما ضرب الجزاء فاول. يعني هو التفسيرين اللي قالهم بيثبت انها كانت ضرب جزاء. انا كنت بشوف ان الكابتن جهاد جريشه كان غير موفق تماما في هذه المباراه، وكان من الواجب عليه يعني كابتن جهاد للفار. على فكره انا في الاول بس نفكر كابتن جهاد ونفكر بس يعني لا لا دي يعني دي مش محتاجه حاجه اهي. بعدين ما كانش بعيد يا كابتن هاني بقى، معلش ولا حاجه، ده في وشه ما يعني في وشه يعني هاخد نقول صح هو بعيد مثلا ماشي. كان اللي هو كان المسافه بعيده قوي واللقطه ممكن مش هيشوفها اللقطه دي يشوفها، لكن انا تفسير للحكم اللي جوه البار بيفسر ديت ان محمد شريف كانت رجليه في الهواء. طب انا بقول لك انا مدافع وكابتن اسلام عارف ان حتى لو المهاجم رجليه في الهواء وجي لعيب عمل تاكلينج عليه دي ضربه جزاء. النقطة الثانية بيقول لك أصل أحمد سامي ما كانش يقصد، هو قاصد يلعب الكورة. يعني لا ده بجد الكلام ده اتقال بجد؟ أيوه أيوه اتقال. ما تابعتوش كده؟ لا ما تابعتوش الحقيقة، لأن يعني ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها ما كانش قصده. ما هو على فكرة أنا بعاقبه عشان هو ما كانش قصده، يعني ماليش دعوة. أنا كراجل، أنا محمد شريف، كرة بالنسبة لي ركلة جزاء. أنا كراجل أهلاوي قاعد بتفرج، ممكن على فكرة في الأول يا سهام انا شفت الكوره ممكن اقول ايه لعبه كوره ما تبانش خلي بالك للتلفزيون كمان تشوف التلفزيون في الاول خالص اللي جنبي بيقول له جزاء، قلت له لا ما عادي، انا بقول لك اهو، قلت له ايه عادي. لكن لما تعادت مره واثنين وثلاثه واضحه ما فيهاش كلام. عشان كده انا بقول يا جماعه من فضلكم اي حكم في الدنيا حضرتك شايف ان في اي حاجه فيها تردد سواء للاهلي للزمالك للاسماعيلي للاولمبي لاي فرقه في العالم، روح حضرتك شوفها. انت هو مديك الفي ار ده عشان حضرتك تبقى معاك مساعد او تقنيه فيديو تساعدك في احتساب العداله التحكيميه او تطبيق العداله التحكيميه على كل الفرق داخل الملاعب. هل ده لو حصل مع فريق تاني هتعمل كده برضه؟ ما انا محتاج اعرف، محتاج اشوف. ده سؤال هنختم بيه الفقره دي، بس احنا بنتمنى لك كل التوفيق. مشوار الاهلي يعني لسه ما انتهاش، مشوار صعب جدا طبعا، ومتوقف دلوقتي الدوري عشان مشاركتنا العالميه التاريخيه في كاس العالم للانديه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق ليك اسلام ولضيوفك وللكباتن ان شاء الله هيشرفونا على مدار اسبوعين. بس وانت ضيف اسهل ولا وانت مذيع اصعب؟ لا ضيف اسهل كتير. ضيف اسهل كتير، نورتنا يا اسلام. انا زي لعيب اسهل كتير. ربنا يخليك يا سهام، متشكر جدا. ربنا يخليك يا كابتن هاني، بكره الساعه 8 هشوفك. متشكر جدا يا كابتن هاني، وسعيد ان انا كنت موجود معاكم مع سهام. ربنا يخليك، متشكر جدا.